الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي، وبايدن يشيد بالجهود والوساطه المصريه للتوصل لوقف اطلاق النار واتفاق هدنه في غزه. مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل إثر عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية. تحذيرات دولية من توسل القتال في رفح الفلسطينية، ويونيسف تؤكد تفاقم الأوضاع المزرية التي يواجهها أطفال غزة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري، حيث تقف مصر سدا منيعا أمام مخططات تصفية القضية الفلسطينية. وبعد تولي الرئيس السيسي ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر، وبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه خلال الاتصال الهاتفي أعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق للهدنة في القطاع. وأوضح متحدث الرئاسة أنه تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وفي ذات السياق، بحث الرئيسان السيسي وبايدن الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة وانعدام سبل الحياة بالقطاع وعدم توفر الوقود اللازم والمخابز. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني. كما تضمن الاتصال تأكيد ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن تأكيد الرئيسين رفضهما كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع. أكد المصدر رفيع المستوى على أن مصر ستظل تتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو لعزل قطاع غزة عن العالم. وشدد المصدر رفيع المستوى على أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، مضيفا أن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن حرص مصر على التخفيف من وطأة نقص المساعدات من خلال إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها. وأضاف المصدر رفيع المستوى أن مصر تحرص على ثوابت القضية الفلسطينية وإصرارها على عدم القبول بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الجانب الآخر فرضها على الأرض.
رحبت مصر بقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الشعب الفلسطيني في غزة تهدد بقائهم كليا أو جزئيا. وأوضحت وزارة الخارجية أن مصر رحبت بقرار المحكمة بفرض تدابير لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع. كما رحبت مصر في بيان صادر عن الخارجية بتأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة. أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف فوري لهجومها العسكري في قطاع غزة خصوصا في مدينة رفح الفلسطينية في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. جاء ذلك خلال جلسة عامة للمحكمة في لاهاي بشأن النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. الإشارة إلى الإجراءات التالية: دولة إسرائيل يجب أنه بالتماثل مع التزاماتها تحت اتفاقية العقوبة الخاصة لجريمة الإبادة الجماعية وتبعا للظروف السيئة التي يواجهها المدنيون في رفح. ألف ب من 13 صوت مقابل 2 ينبغي الإيقاف العدوان العسكري على الفور وأي إجراءات أخرى في رفح والتي قد تؤثر على المجموعة الفلسطينية في غزة وعلى ظروف حياتهم والتي سوف تؤدي إلى الدمار الجسدي جزئياً أو بشكل شامل.
قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام إن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار الحالة الراهنة الآن في الأراضي الفلسطينية، وتتوافق مع عدد من البنود والفقرات الواردة في القانون، واستنادا إلى التدابير الإضافية التي ورد ذكرها في طلب جنوب إفريقيا السابق بوقف الحرب في غزة. وأوضح الرئيس المحكمة أن العديد من التطورات والتغيرات الهائلة طرأ في قطاع غزة بسبب استمرار الصراع الذي قد تحول إلى كابوس بالنسبة للجميع. المحكمة تأخذ في الاعتبار أنه امتثالا للالتزامات فيما يتعلق باتفاقية البدء الجماعية أن إسرائيل ينبغي أن توقف العدوان العسكري أو أي إجراءات في منطقة رفح والتي قد تؤثر على المجموعة الفلسطينية في غزة وظروف الحياة والتي قد تؤدي إلى الدمار الجسدي جزئيا أو شموليا. المحكمة تذكر أنه حسب الأمر في يناير 2024 قد طالبت إسرائيل أقتبس أن الإجراءات الفعالة لمنع الدمار وضمان الحفاظ على الدلائل التي تتعلق بالإدعاءات بشأن الإجراءات تبعا للمادة 2 و3 تحت اتفاقية الإبادة الجماعية. تعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة وتتألف من 15 قاضيا. ويعد القاضي نواف سلام ثاني عربي يترأس محكمة العدل الدولية منذ إنشائها عام 1945. هذا وتحاكم محكمة العدل الدولية الدول والحكومات. ويمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتلك التي قبلت اختصاص المحكمة تقديم قضايا ليتم النظر فيها. أشادت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب أفريقيا بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق. هذا وقد توالت ردود الأفعال حول ما جاء خلال جلسة محاكمة العدل الدولية.
ذكرت الرئاسة الفلسطينية أنه على ضوء الاتصالات الرسمية التي جرت مع مصر، فقد تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت. وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن تلك الإجراءات ستتم إلى حين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين نافع للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك للمشاركة في اجتماع وزاري يضم وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأوضحت الخارجية في بيان لها أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع بالقدر الكافي لاحتياجاتهم، فضلا عن التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء هذه الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين. أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها قصفت تمركزا لجنود الاحتلال الإسرائيلي على خط الإمداد في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة. يأتي ذلك في إطار استمرار المعارك في مختلف أنحاء القطاع، على الرغم من إشارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى القضاء على كتائب حماس في شمال ووسط القطاع. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على جثث 3 محتجزين كانوا في قطاع غزة منذ أحداث 7 أكتوبر. وصرح جيش الاحتلال في بيان له أنه تمت استعادة جثث المحتجزين من جباليا في شمال قطاع غزة. ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسك حكومته بإعادة المحتجزين سواء كانوا من الأحياء أو القتلى. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن فرص استعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة تتضاءل يوميا. ودعا لابيد الحكومة الإسرائيلية للقيام بكل ما من شأنه تأمين إطلاق سراحهم. وقع أكثر من 200 موظف من مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي على رسالة أعربوا فيها عن القلق المتزايد بشأن استجابة الاتحاد للأزمة الإنسانية في غزة.
واستشهدت الرسالة بحكم محكمة العدل الدولية في يناير الماضي الذي أشار إلى وجود خطر حقيقي على الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وحذرت الرسالة من أن لا مبالاة للاتحاد الأوروبي المستمرة تجاه محنة الفلسطينيين تهدد بتطبيع نظام عالمي يكون فيه الاستخدام المطلق للقوة بدلا من النظام القائم على قواعد والذي يحدد أمن الدولة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي. نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن منظمات إغاثة دولية بأن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الجوع بين المدنيين. وأضافت الصحيفة نقلا عن المنظمات الإغاثية أنه لا يجب انتظار إعلان حدوث المجاعة لمساعدة غزة لأن الوقت سيكون متأخرا جدا، مضيفة أنها تتوقع مجاعة في القطاع خلال وقت قريب حال عدم رفع إسرائيل القيود عن دخول المساعدات وتوقف القتال وعودة الخدمات الحيوية. وفي السياق ذاته حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من التأثير الكارثي والوضع المزري الذي يواجهه أطفال غزة بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. وفي هذا الإطار أوضحت المنظمة الأممية أن الأكسجين سيتوقف مع استمرار عدم توصيل الوقود إلى مستشفى شهداء الأقصى مما يهدد حياة أكثر من 20 طفلا من حديث الولادة. كما شددت منظمة اليونيسف على حاجة قطاع غزة إلى ممرات آمنة لوصول العاملين في المجال الإنساني. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن العمليات العسكرية والدمار والفقر والقيود على الحركة في الضفة الغربية المحتلة تولد الخوف في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى خطورة الموقف الحالي. يأتي ذلك في ظل تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام متكررة لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن تقييد الحركة بين هذه المدن والبلدات بالعديد من الحواجز الأمنية لتفتيش الفلسطينيين والاعتداء عليهم. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة أحد الأنشطة التدريبية التي تنفذها القوات البحرية بالاشتراك مع عدد من الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة. وتضمنت الأنشطة إجراءات توفير التأمين والوقاية للوحدات والقطع البحرية أثناء تنفيذ مهامها المختلفة. وأظهرت الأنشطة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من كفاءة واستعداد قتالي وقدرة على استخدام أحدث النظم والمعدات التخصصية. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي صحة إفريقيا تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة، وتبدأ فعاليات المؤتمر في الفترة من 4 وحتى 6 من يونيو القادم. يعد المؤتمر الحدث السنوي الأكبر بمجال الصحة على مستوى إفريقيا، ويستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي على مستوى القارة الإفريقية. كما يعد المؤتمر فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمة الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانيات الاستثمار في إفريقيا، وبما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى القارة السمراء. أطلق التحالف الوطني قافلة ستر وعافية في نسختها 30 بالقاهرة والتي تستهدف أكثر من 20,000 مستفيد بقرية كفر العلو بحلوان وبمشاركة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني. وشملت القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، منها الخدمات الطبية التي تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وتحضير قوائم العمليات للحالات التي تستدعي ذلك. كما شملت القوافل تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية، وتضمنت القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة، كما أقيم كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس ومعرض ملابس ومكتبة متنقلة وغيرها من الأنشطة.
أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة لحوم وأقل سعر للصك، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. وأما عن الأحوال الجوية والطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وليلا وفي الصباح الباكر من المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد، مائل للحرارة على محافظات ومدن الجمهورية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية.
وبأخبار الطقس انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، وبايدن يشيد بالجهود والوساطة المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار واتفاق هدنة في غزة. مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل إثر عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية. تحذيرات دولية من تواصل القتال في رفح الفلسطينية، ويونيسيف تؤكد تفاقم الأوضاع المزرية التي يواجهها أطفال غزة. انتهت نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة ما زال مستمرا معكم مع زميلة هدير أبو زيت. مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا سارة. مساء الخير يا سحر. أهلا بيكي. طبعا حلقة الجمعة بتكون مختلفة دايما، يعني استمرار لرصد ردود الأفعال حول قرارات محكمة العدل الدولية، ويمكن ده القرار الأهم والأبرز النهاردة. وأيضا اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وربما ده بيؤكد على محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وتوقيته تحديدا يرد على أي شائعات وادعاءات تجاه الدور المصري. صحيح، بالتوفيق دايما، وإحنا هنكون متابعين مثل المشاهدين يعني من وراء الكاميرات. إن شاء الله بالتوفيق. أشكركم وأشكر كل صناع نشرة التاسعة، واستأذنكم نبدأ حلقتنا.